البقرة الأمينة والنمر. قديماً حدث كبير كان يحدث في مزرعة جميلة. هكذا يا عزيزتي، سأدعوك روما. أهلا بك، قابل الصديق الجديد. من قال إني سأصادقه؟ حسنا، فقط أعطني الفاكهة خاصتي، جلبتها لي صحيح؟ ها هي على الجانب، طازجة من الغابة. ولا تقومي باللعق وأنا موجود. ستعطينني الفاكهة يوميا صحيح؟ بالطبع سأفعل يا تيلو. لو نسيتي سوف أضطرين. وجود طفلتي الصغيرة معي لن يجعلني أنساك يا تيلو، أعدك. وتعرف أنا أفي دوما بوعودي. أها، سنرى. مايا، إنه وقح جدا، لماذا تتحدثين معه؟ وتحضر له الفاكهة، لماذا؟ أنا لن أتحدث أبدا مع شخص وضيع مثله. لا يا فتيات، إنه ليس بهذا السوء. أنا لن أكلمه أبداً. هناك الكثير من الوقاحة والغضب في العالم، ألا يمكن أن ننشر بعض الصداقة؟ يا أمي، لا أحب كيف يتكلم. هذا لأنه لا يملك والدة كي تعلمه الأدب. ليس وقحاً يا ابنتي، إنه خائف ووحيد. أفتقد أمي. ها أمي. أمي، أنا أذهب للخارج. ليس الآن يا ابنتي، هيا ناني. لا يمكنني. هل يمكن أن ألعب بهذا الشيء؟ إنه القمر. ولا، لا يمكن. نامي الآن يا روما. هذا؟ إنه أنت؟ خذي هذا. ما هذا؟ الفاكهة التي جلبتها لي أمك من الغابة. إذن إنها لك، فلماذا تعطيها لي؟ لأنني أعرف أن هدية الأم هي أفضل هدية في العالم، وأريدها معك. أمي أخبرتني أن والدتك رحلت. لا تتدخلي في حياتي الخاصة، أحضرت هدية، خذيها واشكريني فقط. هي اسمع. شكراً. حسناً. هي اسمع. ماذا الآن؟ أن نصبح صديقين. تصادقين وقحاً وفظيعاً مثلي؟ لا، أصادق الصغير الذي أعطاني هدية. أمي تقول إننا نحتاج الصداقة في العالم. نعم صحيح. ستكونين بخير؟ سأفتقدك يا أمي. لا تذهبي. لو لم أذهب الآن لن أتمكن من إطعامك الحليب. علي الخروج لأكل العشب. حسناً، فلتعودي بسرعة. نعم سأفعل. ماذا سأفعل هنا وحدي؟ دعيني أرى. العبي في المزرعة وامرحي مع الزهور والخضروات هنا، وساعدي ابنة المزارع في التنظيف وترتيب القش. لماذا تساعد البشر؟ ألا نفعل ما يكفي؟ نعم، إنها محقة. لا شيء يعطينا السعادة كمساعدة الآخرين. جربوها ستستمتعون. فقط اذهبي وكلي جيداً، ولا تتعرضي للشمس كثيراً، إنها قد تضرك. كيف الحال يا مايا؟ وحال الصغيرة؟ أهلاً، كيف كانت أول ليلة؟ نمت جيداً؟ هيا بنا يا فتيات، عشب طازج في انتظاركن جميعاً. يومياً
يأخذ المزارع البقرات للغابة ليأكلن. كنا في منتصف الصيف والجو أصبح حارا جدا. الجو حار جدا، حتى العشب بدأ يجف والحليب أصبح أقل. أنا أريد واقيا من الشمس. صغيرتي تحتاج حليبا طازجا، لذا أحتاج عشبا طازجا. يا خبر، لو لم تمطر قريبا. وهذا العشب الجاف طعمه لا يشبه العشب الأخضر أبدا. حسناً، هذا عشب جميل جداً. لا، لا تذهبي هناك مايا، عودي. مايا لم تسمعها. كل ما أرادت هو العشب الطازج حتى تحصل ابنتها على أفضل حليب، لكن مايا لم تدرك أنها دخلت منطقة النمر وشم رائحتها وهاجمها. أسرعت مايا بالهرب وطاردها النمر حتى وصل للجرف. خافت مايا وعلمت أن النمر لن يتركها. صغيرتي، أوه حبيبتي روما. من هي روما؟ صغيرتي، عمرها 3 أسابيع وتحتاج والدتها. وأنا أحتاج للطعام، أنا جائع. أنا أعرف، لكن هيا استعدي. أنا آسف، لكنه قانون الغابة. أعطني يوما، أعطني يوما واحدا فقط، فقط دعني أودع صغيراتي رجاء. ماذا تعنين؟ دعني أذهب للمزرعة الليلة وسأتي هنا في الغد، وعندها يمكنك أكلي. آه، هل أنت جادة؟ لما تظنين أني أثق بك؟ لا تثق بي، لكن ثق في أم. ابتعدت عن القطيع حتى أطعم ابنتي العزيزة. استعد الآن. هل أنت بخير؟ أنت أنقذت حياتي. أظن هذا. لماذا كنت سأكلك؟ أنا فقط لم أستطع فعل العكس. حسناً، سأجعلك تذهبين الليلة، لكن عليك العودة غداً وعندها سأكلك. أعدك، شكراً. أنقذت حياتي، سأعطيك يوماً واحداً. هيا ذهبي. عادت مايا للبيت حزينة. مايا، لقد عدت. أرجوك لا تعودي للغابة مجددا. كلا كلا، علي العودة للغابة، وأنت أيضا عندما تكبرين، من أجل العشب صحيح؟ لكن العالم خطير، لكن هذا لن يمنعنا من الحياة. هناك مساوئ وأيضا أشياء جيدة كثيرة. عندما تتعلمين هذا ستصبحين أسعد. أمي، أعلم شيئاً جيداً، هو أنك عدتِ. اعتنينا بها كلكن رجاءً. مايا، بالطبع، لكن لم تتكلمين كأن علي العودة للنمر في الغد. ماذا؟ رجوته أن أرى ابنتي للمرة الأخيرة ووعدته بالعودة. هذا سخيف، لست مضطرة لفعل هذا. نعم، فكري في ابنتك وليس في النمر الشرير هذا. لا لا، ليس شريرا. لا يا أمي، يريد أن يأكلك. يريد أن يأكلني لأنه مضطر، فهذه هي الطبيعة. طبيعتنا هي أن نأكل العشب حتى نعيش، وطبيعة النمر هي أن يأكل حيوانات أخرى حتى يعيش كذلك. ومثلما نجوع
النمور تجوع كذلك، لكن كان لطيفاً منه أن يتركني الليلة، وهذا لأنك أنقذت حياته. لقد تبعتك لبعض الوقت ورأيت ما حدث. لو لم يأكل سيموت حتماً، ووعدته أنني لن أتركه، سأذهب له في الغد. لا تترك ابنتك وحدها، ثقي بي، أعرف هذا الشعور. سأتركها مع أفضل الأصدقاء ومعك يتيلو ومع الجميع. لو لم أفي بوعدي سيموت شيء جيد بداخلي. عندما نكذب بسبب الخوف، وعندما نظلم أحداً بسبب الخوف، يموت شيء بداخلنا ويموت شيء جيد في العالم. لا أريد عالماً سيئاً لابنتي، علي الوفاء بوعدي. في الصباح التالي عندما خرجوا لأجل العشب، قبلت مايا صغيرتها للوداع. ذهبت حيث قابلت النمر بالأمس وانتظرت في نفس الوقت حيث كان النمر قادما. كان غاضبا جدا. كيف أثق بها؟ ماذا لو أحضرت البشرة لصيدي؟ لماذا يأتي أحد ليؤكل؟ ماذا؟ هذه هي؟ لقد جئت. نعم. لما تريدين أن تؤكلي؟ لم آتي هنا لهذا، جئت لأني وعدت بجعلك تعيش، أنت يجب أن تأكل. تريدين الصياد أن يعيش؟ توازن الطبيعة مثالي، فكيف أغير هذا؟ لو تحترمين الطبيعة هكذا ما كان يجب أن تدخلي منطقتي. البقاء في أمان هو أول قواعد الغابة. أنت تحبين ابنتك لكن عرضت نفسك للخطر، ألا تعرفين كيف تحتاجك؟ أعرف، لقد أخطأت خطأ كبيرا، ما كان يجب أن أترك القطيع، كان علي الحذر ومستعدة لأدفع ثمن الخطأ. حسناً، ارحلي، عودي لابنتك. لكن النمور لا تحتاج للأكل يومياً مثل البقر، يمكنني التحمل ليوم أو اثنين، سأجد فريسة أخرى. شكراً، شكراً جزيلاً لك. العالم يحتاج لبعض الخير، أنا صياد لكن لست شريراً. سأخبرك شيئاً، لو لم تحضري ثانية سأكلك وفي لمح البصر. أوه، أشكرك، أنا لن. هيا اذهبي قبل أن أغير رأيي. بلغي تحياتي لابنتك ولا تدخلي منطقتي ثانية. ليس عليك أن تخافي لكن عليك الحذر. وهكذا عادت مايا لابنتها روما تلك الليلة وكانت سعيدة. أمانتها وطيبتها قد أثرت في النمر كثيراً وأنقذت حياتها وأضافت بعض الخير للعالم.